محافظ البصرة ما شايل أهمية لهل براضعية. طلعنا مظاهرات عدة، أول مظاهرات بالبصرة احنا طلعنا، وكل جمعة نطلع، بس ما حد جاي يجينا لا مسؤول لا عضو برلمان، ما عدا أستاذ عدي جانا بس. على كل حال هاي المنطقة بالصيف تغرق بواسطة المجاري وبالشتة تفيض. من 2012 إلى 2021 هسه شركة إيرانية شركة كوثران ماخذتها، كل شيء ما مستفادين. ها هي شوارعنا مفلشة، أنت أبسط الأشياء شوف هسه هاي المنطقة، هاي جسر المعلق، وهاي كلها تضوي بعد القلوبات. طب هنا مقبرة شوفها، لا ولا قلوب يشتغل بالبراضعية كله. وين مدير الكهرباء؟ وين مدير الخدمات؟ وين مدير المجاري؟ نخابره نقول غرقاني يقول ما لنا شغل فيكم. عمي مطالبنا بس البنية التحتية، المجاري خلي يعالجونها لنا، الأرصفة، الشوارع مهدمة، وهاي مولدت الساعة، هاي صار 10 سنوات تقريبا نعاني احنا. إلى متى؟ يعني إلى متى هالشكل؟ نرجو من الإخوان المسؤولين يعني من يهمهم الأمر يسمعونا وينفذون أوامرنا. خار الناس تقعد ببيوتها ترتاح، احنا ما ودنا هالهوسه هاي، احنا ما نرضى بيها، بس خلينا يسمعون كلامنا ويجون يعالجون الموضوع مالنا. هذا مزمن مو تو، صار 10 سنوات. ادخلوا اخواني وشوفوا، احنا صورنا ونشرنا، هسه لحد الان ما نقدر نطلع، مجاري طافه علينا. هاي كارثه هاي، يعني شركه محافظ ما محافظ ما يجينا، ما يقلبنا ولا زعل علينا. 4 مرات احنا مكتب المحافظ مسافر، مو هنا ما عنده مجال. عمي بابتلاء بلوى هسه الله اكبر، لي داعي بنفسه من البصره، قرب على البصره، هاي البصره ما هذا شو بس عيداني اشوفها بالتلفزيون بالله ينشرونها بالواتساب مثل بالفيس اشوفها صدق. خلجينا يدز علينا يقول ذولا متظاهرين متعافين مستهترين لهم حق. عمي اننا حق يطينا ينفذنا، والما لنا حق بوين تحاسب.